في مثل هذا اليوم من سنة 72 للهجرة الموافقة لسنة 92 و600 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج العراق أخبار حرب الخوارج الأزارقة. كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قد تمكن من القضاء على والي العراق مصعب بن الزبير، وولى على الكوفة الأمير خالد بن عبد الله القسري، وكلفه بحرب الخوارج الأزارقة في الأهواز. وقام خالد بتكليف أخيه عبد العزيز لقتالهم. التقى جيش عبد العزيز مع جيش الخوارج بقيادة قطري بن الفجاءة، فانهزم جيش خالد، وكتب الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات يهجوه بسبب خسارته. عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم سرعى بكل سبيل، ونسيت عرسك إذ تقاد سبية تبكي العيون بغنة معاويلي. فغضب الخليفة عبد الملك وأمر بإعادة التكليف المهلب بقيادة الجيش، وأرسل أخاه الأمير بشر بن مروان على رأس مدد كبير لمتابعة القتال. وذكر حجاج البحرين خبر قتال الخارجي عبد الله بن ثور التغلبي المعروف بأبي فديك. كان أبو فديك من أتباع الخارجي نافع بن الأزرق، ثم ترأس الخوارج في البحرين بعد أن قتل أميرهم نجد بن عامر الحنفي وثار بها واستقل عن الخلافة. فأرسل والي العراق خالد بن عبد الله القسري أخاه أمية في جند كثيف لقتالهم، لكن أبا فديك تمكن من هزيمة أمية وأسر جارية له واتخذها لنفسه. فكتب خالد إلى الخليفة عبد الملك بن مروان يعلمه بأمر أبي فديك ويطلب المدد لقتاله. وذكر حجاج خراسان خبر مقتل الأمير عبد الله بن خازم السلمي، أمير من الشجعان شارك بفتح سرخس زمن الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس، تولى على خراسان زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، انحاز إلى خليفة الحجاز عبد الله بن الزبير. فأرسل له الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كتابا أطمع فيه بإمرة خراسان لسبع سنين مقابل التخلي عن ولائه للزبيريين. لما قرأه رفض ما فيه وأمر الرسول بمضغه. قاتل بحيرة بن ورقاء السريمي في نسابور لتثبيت ولايته على خراسان. استغل الخليفة عبد الملك الموقف وكلف بكير بن وشاح بقتاله، وأصبح عبد الله بن خازم بين جيشين واضطر للانسحاب، فلحقه بحير وتمكن من قتله وأرسل رأسه إلى الخليفة بالشام. ذكر حجاج العراق خبر وفاة الأمير الأحنف من قيس التميمي. سيد تميم أحد الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين، يضرب به المثل في الحلم، ولد في البصرة، شهد الفتوح في خراسان، واعتزل الفتنة يوم موقعة الجمل. شهد معركة صفين مع الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاد الجيوش في فتوح خراسان ووليها مدة. كان صديقا لأمير العراق مصعب بن الزبير، وفد عليه بالكوفة وتوفي فيها عن عمر نازة 72 سنة. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية سنة 80 و900 للهجرة الموافقة لسنة 72 و500 ميلادية، وفاة السلطان أحمد بن الحسن الحفصي من أواخر ملوك الدولة الحفصية في تونس وأفريقيا. كان أمير بونة، هجم الإسبان تونس وتغلبوا عليها، فخرج أبوه الحسن الحفصي إلى القيروان. دخل أحمد مدينة تونس خلسة وأخذ بيعة أهلها. عاد أبوه على رأس قوة لاستعادة عرشه، فقاتله أحمد ثم سطع أسره وخيره بين القتل أو سمل عينيه، فاختار الأب العمى. هجمه حاكم الجزائر العثماني علج علي وتمكن من طرده من تونس. لجأ إلى الإسبان في حصن حلق الوادي طالبا مساعدتهم، فاشترطوا أن يقاسمهم الحكم والجباية فرفض، ثم عزله الإسبان وولوا مكانه أخاه محمد. رحل إلى صقلية وأقام بها إلى أن مات، وحمل إلى تونس ودفن فيها. وفاة الإمام الزيدي المطهر بن يحيى من أئمة الزيدية في اليمن، ولي الأعمال وقاد الجيش. ضربت السكة باسمه في حياة أبيه، عين أبوه أحد أخوته الأصغر سنا كولي للعهد، فتمرد المطهر على أبيه وحاصره بصنعاء، ثم نقله مع بعض أولاده إلى حصن كوكبان، ويعله في جبل صنعاء بعد وفاة أبيه،
وعظم أمره واتسع ملكه يشمل معظم اليمن. بعث السلطان العثماني سليم الثاني القائد سنان مع تعزيزات كبيرة لفرض سيطرة العثمانيين على اليمن. جرت حروب كثيرة بين الطرفين. في النهاية تم الصلح بين المطهر وسنان باشا على أن تبقى له صعدة وكوكبان وأعمالها، واستمر في الحكم إلى أن توفي في هذه السنة. وفي مثل هذا اليوم من سنة 47 و100 للهجرة الموافقة لسنة 34 و700 ميلادية، خارطة العالم الإسلامي. كانت خارطة العالم الإسلامي في هذه السنة تضم العديد من الدول. في المشرق كانت دولة أباطرة المغول في الهند وعليها ناصر الدين التيمورلنجي، دولة ملوك أجا في سومطرة وعليها علاء الدين أحمد شاه، دولة الجانيين ما وراء النهر وعليها أبو الفيض بن سبحان قليلجاني، دولة خانات خيوة وعليها السلطان البرس الثاني، دولة خانات خوقند وعليها عبد الرحيم بن شهرخ، الدولة الصفوية في إيران وعليها عباس الثالث الصفوي. في عمان كانت دولة اليعاربة وعليها سيف بن سلطان اليعروبي. في اليمن كانت سلطنة لحج وعليها فضل الأول بن علي السلامي. وكانت دولة الأشراف الفيلاليين في المغرب العربي وعليها المولى عبد الله بن إسماعيل الفيلالي. وكانت الدولة العثمانية في الأناضول وعليها السلطان محمود الأول بن مصطفى العثماني. وكان جزر القمر تحت سيطرة قوات من جزيرة مدغشقر. الاحتلال الفرنسي لجزر القمر تتكون من 4 جزر رئيسية، هي جزيرة القمر الكبرى، جزيرة أنجوان، جزيرة موهيلي، وجزيرة مايوت. استوطن العرب من حضرموت واليمن جزر القمر ونشروا الدين الإسلامي فيها، ثم أقاموا إمارات محلية مرت بمراحل متفاوتة من القوة والضعف. احتل البرتغاليون الجزر لكن السكان سرعان ما ثاروا عليه مطردوهم، لتهاجمها بعد ذلك قبائل من مدغشقر. في العام 57 و200 للهجرة انفرد السلطان سالم بحكم البلاد بعد أن تخلص من منافسيه. وفي العام ذاته احتلت فرنسا جزيرة مايوت، ثم أصدرت فرنسا سنة 30 و300 للهجرة قراراً يقضي بوضع جزر القمر تحت السيادة الفرنسية التامة. بدأت الحركة الوطنية بالظهور وقامت بإخراج المظاهرات المناهضة للاحتلال، وقامت فرنسا بقمعها بالشدة. استمرت حركة المطالبين بالاستقلال بالتصاعد، تشكلت حكومة وطنية في الجزر، واتفق الطرفان على إجراء استفتاء على الاستقلال كانت نتائجه لصالح الاستقلال. وفي سنة 95 و300 للهجرة أعلن المجلس النيابي الاستقلال عن فرنسا، واختير أحمد عبد الله رئيسا للدولة الجديدة،